حلل معي المودة والصداقة. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل، وفيها المستقبل يحيي الذكرى 12 ل14 من شباط، وترقب وطني لمضمون كلمة الرئيس سعد الحريري بالمناسبة. مصر السند والعضد، يمكنها إطلاق مبادرة إنقاذ عربية. عون يتوج زيارته لمصر بلقاء السيسي ويتوجه إلى الأردن اليوم. الجيش الحر يخوض معارك دارية في شمال سوريا وجنوبها، ودنستورة يعلن عن موعد جديد لمفاوضات جنيف. صباح الخير. يحيي تيار المستقبل اليوم الذكرى 12 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومن المنتظر أن يجدد الرئيس سعد الحريري في كلمته المرتقبة في هذه المناسبة في الاحتفال الذي يقام في البيال، تمسكه بثوابت الرئيس الشهيد وخياراته في تغليب مصلحة الوطن على الاعتبارات الشخصية والفئوية، كما يتناول مستجدات الملفات الداخلية ومواقف تيار المستقبل من الملفات الساخنة المطروحة وفي مقدمها قانون الانتخاب. كما ستكون للحريري أيضا محطة متلفزة مساء عبر الأوتيفي يستذكر فيها الأب الشهيد والأحلام والإنجازات والمشاريع والوصية ونهج الحوار والعيش الواحد الذي طالما نادى به الرئيس الشهيد. إذن في البيال وضعت اللمسات الأخيرة على القاعة حيث يقام الاحتفال بمناسبة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تحت شعار 12 مرة 14 من شباط المستقبل حلمك. تقرير مها ظاهر. 12 مرة 14 شباط، 12 عاما من دون رفيق الحريري، ذكرى أليمة يحييها تيار المستقبل كل عام بروح الحب والشوق والوفاء بالبقاء على العهد. في بيال توضع اللمسات الأخيرة على القاعة حيث رفعت صور الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه من شهداء ثورة الأرز، حوالي 10,000 شخص بينهم شخصيات رسمية ودبلوماسية مدعوون، إضافة إلى كوادر تيار المستقبل من مختلف منسقيات وقطاعات التيار من مختلف المناطق اللبنانية. هذه التحضيرات تقريبا إلى حوالي 10 أيام نحن بنحضر القاعة، وطبعا بناء لتوجيهات دولة الرئيس سعد الحريري بتحضير قاعة بتليق بهذه المناسبة اللي هي نحن بنعتبرها كل الناس والعاملين بيعتبروها مناسبتهم، وبالتالي بيقدروا يشتغلوا ليل نهار من دون كلل ولا تعب. كلمة سياسية واحدة من ضمن برنامج الذكرى لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وإذا كانت الذكرى العام الماضي قد حلت مع شغور في موقع الرئاسة وشلل في المؤسسات، فإن الذكرى هذا العام أتت مع الرئيس سعد الحريري كرئيس لحكومة استعادة الثقة بعد المبادرات التي أطلقها والتي أدت إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وبهذا يكون الرئيس الشهيد هذا العام شاهدا على إنجاز إعادة الروح الثقة لوطن يتسع لجميع أبنائه. يعني هو شعار المستقبل حلمك هو يمكن خليط ل 11 شعار طعون السنين الماضية، والحلمك هو المستقبل اللي عم بيصير هلأ، هو إذا بدك نحن عم نحلم بتيار مستقبل اللي هو كان حلم رفيق الحريري، واللي بكرة حيكون في حيز صغير لموضوع العرس الديمقراطي اللي أجرى تيار المستقبل خلال 3 أشهر الماضية بانتخابات أعضاء مكتب سياسي وانتخابات ديمقراطية لأعضاء المكاتب المنسئيات والقطاعات، حيكون في حيز لها الموضوع، واللي كل عمره الله يرحمه رفيق الحريري كان يحلم بهيدا الموضوع أن يشوف شباب مثقف متعلمة تكون منضوية تحت تيار اللي هو تيار المستقبل. الثلاثاء 14 شباط عند الساعة 4 ستكون عائلة رفيق الحريري الصغيرة والكبيرة على امتداد الوطن على موعد لتجديد الوفاء والتأكيد على أن المسيرة مستمرة بحلوها ومرها. يتوجه رئيس الجمهورية ميشيل عون إلى الأردن اليوم في إطار جولته على الدول العربية، وقد أعلن من القاهرة مساء أمس في لقاء
مع الجالية اللبنانية أن حياد لبنان هو حياد إيجابي، بخاصة وأن الوقوف مع جهات ضد الأخرى يجعل من البلد طرفا في الخصومة. أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون أنه سيعمل من أجل الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وعلى كامل فئات شعبه لبدء مرحلة البناء. عون وخلال لقائه الجالية اللبنانية في مصر في حفل الاستقبال الذي أقامه على شرفه القائم بأعمال سفارة لبنان في القاهرة والمندوب الدائم المناوب لدى جامعة الدول العربية أنطوان عزام، أشار إلى أن حياد لبنان هو حياد إيجابي. بقى لبنان هيدا حياد الإيجابي حتى يساعد، لأنه وقت اللي بيختلفوا الأشقاء بس نوقف مع واحد ضد واحد معناته صرنا فريق بالخصومة، ولكن إذا قربنا التفاهم على الانحياز بنكون عم نصنع الشيء السليم حتى نرد الأمور إلى طبيعتها. كما كانت كلمة للقائم بالأعمال اللبناني رحب فيها بزيارة عون آملا عودة لبنان إلى موقعه العربي والدولي. وكان الرئيس عون أجى محادثات في العاصمة المصرية القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأكد أن الآمال معقودة على دور مصر التي يمكنها إطلاق مبادرة عربية لمكافحة الإرهاب، والسيسي يجدد الدعم المصري للبنان ولجيشه. استكمالا لجولته على عدد من الدول العربية، زار رئيس الجمهورية ميشيل عون القاهرة على رأس وفد وزاري، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وكان في استقبال الرئيس عون وزير التجارة والصناعة طارق قابيل وأمين رئاسة الجمهورية كريم الديواني والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في القاهرة أنطوان عزام وعدد من الشخصيات. وفي قصر الاتحادية أجرى الرئيس عون محادثات ثنائية مع الرئيس السيسي، تلتها محادثات موسعة حضرها وزراء من الجانبين اللبناني والمصري، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها، إضافة إلى الأوضاع في لبنان ومصر والمنطقة في ظل التحديات التي تواجه بعض الدول العربية، إضافة إلى موضوع مكافحة الإرهاب. رئيس الجمهورية أكد على أن التضامن هو السبيل الوحيد من أجل مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن العنف لا يمكن أن يرسي سلاما بل يباعد الحدود ويفاقم الانقسامات، ودعا إلى ضرورة تفعيل عمل اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة. كما وجه الرئيس عون دعوة للرئيس المصري لزيارة لبنان، وقد قبل السيسي تلبيتها في أقرب وقت. الأمال المعقودة على الدور الذي يمكن لمصر القيام به بقيادة سيادة الرئيس كبيرة، فمصر الاعتدال والانفتاح، مصر السند والعضد، يمكنها إطلاق مبادرة إنقاذ عربية تقوم على وضع استراتيجية مشتركة لمحاربة الإرهاب الذي يضرب في أرضنا ويستبيح أهلنا، والعمل على إيجاد الحلول السياسية للأزمات الملحة في الوطن العربي. الرئيس المصري نوه بالعلاقات المميزة بين البلدين، وأكد على مواصلة دعم مصر للبنان على الأصعدة كافة لا سيما العسكرية منها، إضافة إلى وقوف مصر ولبنان معا ضد مخاطر الإرهاب. إن لبنان الحر القوي المستقر يعد عامل قوة للأمة العربية، وستجدون منا أخي فخامة الرئيس ميشيل عون كل الدعم في جهودكم من أجل الحفاظ على الاستقرار في لبنان ومواصلة جهود البناء والتنمية، كما اتفقنا على ضرورة وقوف الدولتين معا ضد مخاطر الإرهاب، حيث عربت لفخامته عن استعداد مصر لدعم قدرات الجيش اللبناني ومختلف أجهزته الأمنية. بعد ذلك أقام الرئيس السيسي مأدبة غداء على شرف الرئيس عون والوفد المرافق. رئيس الجمهورية زار أيضا الكاتدرائية المرقسية للأقباط والتقى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية توادروس الثاني، وأجرى معه محادثات ثنائية تناولت أوضاع المسيحيين في الشرق، أعقبها محادثات موسعة شارك فيها الوفد الوزاري المرافق. كما زار الرئيس عون مشيخة الأزهر الشريف والتقى شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، وتناول البحث الأوضاع في المنطقة في ظل لتداعيات الأحداث الدائرة وموجة التطرف والإرهاب. علقت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيجريت كاج على موضوع السلاح الذي ورد في كلام الرئيس عون، وذكرت في حديث للنهار أن قرار مجلس الأمن 1701 واضح ويدعو إلى نزع سلاح كل الجماعات المسلحة وأنه لا سلاح خارج الدولة. كما أعربت عن قلقها من كلام الرئيس عون، خصوصا أننا على موعد
بعد أسابيع مع التقرير الدوري للأمين العام حول تنفيذ بنود القرار 1701 والتزام لبنان مفاعيله. وفي القاهرة استقبل وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار نظيره اللبناني نهاد المشنوق الذي يرافق الرئيس عون في زيارته، وقد تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تدعيمهما، كما جرى البحث في المستجدات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وأعرب المشنوق عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية، مؤكدا أهمية الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية بخاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. وفي هذه النشرة بعد الفاصل، شبان يحتجون أمام التلفزيون الجديد ضد برنامج ساخر. أهلا بكم من جديد. شهد محيط محطة الجديد مساء أمس تجمعا لأنصار حركة أمل اعتراضا على حلقة دمى كراسي التي بثت الأحد ووضعت فيها دمية للرئيس نبيه بري، كما طرحت قضية الإمام المغيب موسى الصدر ما اعتبره المحتجون هجوما عليهم، مطالبين الجديد باعتذار رسمي يبث مباشرة على الهواء. وقد تمت محاولة اقتحام مبنى المحطة لأكثر من مرة لكن القوى الأمنية حالت دون ذلك. في عين التين استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس لقاء ديمقراطي النائب وليد جنبلاط وعرض معه التطورات الراهنة ولا سيما قانون الانتخاب. جنبلاط لفت إلى أنه وضع بتصرف الرئيس بري بعض الأفكار القابلة للنقاش والتداول للخروج من هذه الدوامة التي عنوانها القانون الانتخابي. وليطمئن البعض من كبار المعقبين، ليطمئن أنه ليس هناك هواجس لدى وليد جنبلاط ولا لأهل الجبل، لأهل الجبل على تنوعهم. ونعلم أن كم الرئيس بري حريص على تنوع لبنان ووحدة لبنان، وحريص على أهل الجبل وتنوع أهل الجبل. لذلك ليس هناك هواجس، أنا مرتاح كما يقولون، أو كما قال الشاعر أنا مملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جرها ويختصموا. فمشكرون وما يقلقوا. وإشارة أخيرة، صحيح الجو ديمقراطي ونصر على أن يكون الجو ديمقراطي، لكن أطلب من الرفاق في منظمة الشباب والإخوان في تيار الوطن الحر، هناك قيل لي ولست من يعني أصحاب يعني لست من الذين يتعاطون بالفيسبوك أو بالإنستغرام أو غيرها، أنا من هواة التويتر، يعني فليكن التخاطب مقبول وسياسي بدل بعض الملاحظات المسيئة أو المشينة. وشكرا. وليد بيك امبارح السيد حسن نصر الله يعني إشارته صحيح ذكرتني، إشارته في محلها، وإشارته أيضا اطمئنان، تعطينا مزيد من الاطمئنان ونحن بنفس الخط. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سامي الجعجع رفضه ما طرحه أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، مؤكدا التمسك بما طرح في لجنة الرباعية من قبل الوزير باسيل أو ما يوازيه لجهة صحة التمثيل. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الحجم النيابي لكتلة القوات وللتحالف الثنائي المسيحي الذي سيصل إلى نحو 50 نائبا في البرلمان أي أكثر من ثلثه حمل حزب الله على التراجع عن تأييده لصيغة القانون المختلط في اتجاه النسبية التي لا تؤمن وصول هذا العدد. وأكد جعجع رفضه ما طرحه أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، وقال نتمسك بما طرح في اللجنة الرباعية من قبل الوزير جبران باسيل أو ما يوازيه لجهة صحة التمثيل. وشدد جعجع على الرفض المطلق للعودة إلى الوراء والتمسك بصيغة المختلط كإطار يعكس صحة التمثيل ويراعي هواجس القوى السياسية. وسأل رئيس حزب القوات أي حكومة يريد أمين عام حزب الله أن نتواصل معها، وهل في سوريا حكومة، وهل نسلم النازحين السوريين إلى النظام الذي هربوا منه فنقترف خطأ وجريمة أخلاقية ضد الإنسانية؟ وختم جعجع بالقول ما يوجد في سوريا بقايا النظام بدليل تحكم الروس والإيرانيين بالميدان السوري وبمسار المفاوضات القائمة.
يستريح الحكومية توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني للبحوث العلمية وأربع جامعات لبنانية برعاية الرئيس سعد الحريري الذي شدد على أن التنوع في لبنان هو الأساس. برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تم توقيع اتفاقية تعاون في السراي الحكومي بين المجلس الوطني للبحوث العلمية وأربع جامعات لبنانية، الجامعة اللبنانية والجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة القديس يوسف وجامعة الروح القدس الكاثوليك بهدف تطوير التعاون في برنامج دعم البحوث العلمية. الرئيس الحريري أكد أن الاستثمار العلمي من قبل الدولة والجامعات مهم للبنان، لا سيما في ظل وجود ورشة إصلاحات كبيرة في البلد، وأوضح أن هذا المشروع طويل الأمد، مشددا على ضرورة انخراط الجامعات الأساسية فيه. هذا البلد الصغير من لا شيء عمل شيء، وهذا التنوع اللي نحن عدنا إياه بلبنان بين الاعتدال اللي نحن عايشين فيه هو الأساس. فأنا مؤمن يعني بربنا سبحانه وتعالى، ومؤمن أنه شبابنا وشاباتنا وكبارنا وصغارنا يعني قدروا عملوا شيء من بلد، يعني إذا بتشوفوها لقد يقدم. ولكن في كتير دول أكبر منا بكتير بكتير ما قدرت تعمل اقتصاد ربع اقتصادنا ولا ربع أفكارنا. ولكن يمكن خلافاتنا أمرار بتأثر علينا. اليوم نحن بموقع وأنا بموقع لن أسمح للانقسام أنه يرجع يعود بالبلد، وهذا الشيء أنا بأكد لكم إياه. وزير التربية والتعليم العالي مروان حمدي، والذي ثمن رعاية الرئيس الحريري لهذه الاتفاقية، أشار إلى وجود جامعات كثيرة تتطلع للانضمام إلى هذا المشروع. لهذا اللقاء ورعايتك لهذا اللقاء رمزية خاصة اليوم عشية احتفالنا بالذكرى 12 لاستشهاد من كان فعلا من رواد هذا النوع من التمايز العلمي في لبنان. اليوم أن تكون هذه الاحتفالية برعايتك تزيد من قوتها وتعطيها دفعا جديدا في حضور أربع جامعات أساسية في لبنان. أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة أوضح بدوره أنه من خلال هذا البرنامج سيصار إلى مضاعفة قيمة الدعم الذي يناله كل مشروع بحثي، كما ألقيت كلمات شددت على أهمية هذا المشروع واستمرار التعاون مع الحكومة اللبنانية في هذا المجال لتحقيق الأهداف المرجوة منه، إشارة إلى أنها المرة الأولى التي تساهم فيها الجامعات الأربع بدعم مالي مباشر يوازي الدعم الذي يقدمه المجلس، ما يؤدي إلى مضاعفة الدعم المادي المخصص للمشاريع البحثية وتحقيق شراكة كاملة مع هذه الجامعات. وقد أقر المجلس لهذا الإعلان المساهمة بمبلغ 3.3 مليار ليرة لبنانية، بحيث يبلغ الدعم الإجمالي المقرر لمشاريع الباحثين في الجامعات الأربع 6.6 مليار ليرة لبنانية. وفي بيت الوسط التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وفدا من مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب أنطونيو الهاشم، الذي قال: استعرضنا مع رئيس الحريري شؤون قصور العدل والقضاء ونقابة المحامين، وقال كانت لنا مطالب عدة وقد وعدنا خيرا بشأنها، ونحن كلنا أمل في هذا العهد أن تتحقق عدالة أفضل في لبنان لما فيه خير جميع المواطنين. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الملك سلمان يستقبل أردوغان في مستهل زيارته للرياض. في تطورات سوريا، يواصل الجيش الحر تقدمه في مدينة الباب، حيث تدور اشتباكات عنيفة وبات داعش محاصرا من جميع الجهات. وفي الجنوب تمكن مقاتلو المعارضة من التقدم في عمق حي المنشية الذي يعد أكبر معاقل قوات النظام في درعا.
وسط انهيار في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، تحرز فصائل المعارضة تقدما تلو الآخر في منطقة الباب بريف حلب الشرقي بغطاء جوي ومدفعي تركي. وقال ناشطون إن قوات درع الفرات استعادت السيطرة على بلدة بزاعة شرق المدينة وعلى دوار الراعي شمال المدينة، بالتزامن مع استمرار المعارك داخل المربع الأمني، حيث بات تنظيم داعش محاصرا من جميع الجهات. جنوبا وبعد المعارك العنيفة بين كتائب الأسد وفصائل المعارضة التي تمكنت من تحرير كتلة النجار الاستراتيجية، أحد أكبر معاقل النظام في حي المنشية في درعا البلد، والذي قصف بشراسة من قبل النظام وميليشياته، كما تم ضرب حاجز أبو نجيب أهم معاقل النظام في حي المنشية بدرعا باستهدافه بنفق أرضي، وذلك بعد ساعات من تفجير منزل مفخخ بعساكر النظام ضمن خطة أعدها مقاتلو البنيان المرصوص لاستدراج قوات النظام، ما أسفر عن مقتل جميع العناصر التي دخلت المنزل. وفي سياق آخر، أصدر المجلس الأطلسي بواشنطن تقريرا يدحض رواية موسكو التي تنفي باستمرار قصفها مستشفيات حلب وتتهم المعارضة بفبركة المقاطع المصورة. في المواقف، الأمم المتحدة توجه دعوات إلى أطراف الصراع لحضور مؤتمر جنيف 4، وأردوغان يؤكد أن أنقرة تسعى لإقامة منطقة آمنة في سوريا قد تصل إلى 5000 كيلومتر مربع. الثالث 23 من الشهر الجاري موعد جديد للمفاوضات بين أطراف الصراع السوري، حسب ما أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا سيفان ديمستورا. وأعلنت المتحدثة باسمه أن 20 دعوة وجهت لأطراف المفاوضات، لافتة إلى أن وفود المشاركين ستبدأ بالوصول إلى جنيف اعتبارا من 20 من الشهر الجاري لعقد مشاورات أولية مع ديمستورا وفريقه قبل انطلاق المفاوضات الرسمية. في المقابل، وبعد انقسامات في صفوفها على خلفية توجه مجموعتي موسكو والقاهرة لرفض تشكيلة الوفد المعارض، اتهمت المعارضة قوى خارجية من دون تسميتها بمحاولة فرض أجندتها على تشكيلة الوفد المفاوض إلى محادثات جنيف 4. كبير المفاوضين السوريين في وفد المعارضة محمد صبرة كشف أن جميع القوى السياسية ممثلة بشكل أساسي في الوفد، وأكد صبرة أن وفد المعارضة إلى جنيف الأكثر تمثيلا لغالبية القوى بما في ذلك القوى العسكرية. في المقابل، أعلن نظام الأسد عن استعداده لتبادل السجناء لديه بسجناء لدى المعارضة، زاعما أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذل من أجل الاجتماع المقبل في أستانا. وفي المواقف أيضا من التطورات السورية، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عملية درع الفرات ستتجه في المرحلة المقبلة إلى الرقة ومنبج، مشددا على إقامة منطقة آمنة يعيش فيها العرب والتركمان بمساحة تصل إلى 5000 كيلومتر مربع، مشددا على أن أنقرة عازمة على القضاء على داعش مهما كلف الأمر. وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة السعودية الرياض قادما من البحرين ضمن إطار جولته الخليجية، وكان في استقبال أردوغان لدى وصوله إلى مطار الملك سلمان العسكري خادم الحرمين الشريفين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ووزير خارجيته عادل الجبير وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز. كما التقى أردوغان ولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز في مقر إقامته بالرياض وولي ولي العهد محمد بن سلمان. أعرب مجلس الوزراء السعودي الذي انعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين لمحاربة الإرهاب وجهودها المميزة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، مشيدا بتسلم ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ميدالية جورج تنت للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب. ونوه مجلس الوزراء بنتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي التركي وما أسفر عنه من تأكيد على رغبة البلدين لتعزيز العلاقات بينهما. والآن تذكير بعناوين النشرة. المستقبل يحيى الذكرى 12 للرابع عشر من شباط، وترقب وطني لمضمون كلمة الرئيس سعد الحريري بالمناسبة. مصر السند والعضد، يمكنها إطلاق مبادرة إنقاذ عربية. عون يتوج زيارته لمصر بلقاء السيسي ويتوجه إلى الأردن اليوم. الجيش الحر يخوض معارك ضارية في شمال سوريا وجنوبها، ودمستورا يعلن عن موعد جديد لمفاوضات جنيف.
نشرتنا الصباحية انتهت، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. حملا معي المودة والصداقة.